اعتماد جانو يا عبد الاله عميمي عميمي يبحث عن المراوغه عميمي بالراس بالراس كاد ان ياتي بهدف الاول في هذه المباراه كره من جوزيف كاديغ المباراه يا ساده الايقاع نتمنى ان يرتفع لكي نتابع الهدف الاول كره في القائمه الثاني مازال الخطوره كره بالراس على مارتين ابعاد الخطر كرة ثابتة قد تقود الجيش للوصول للهدف الأول في هذه المباراة عبد الإله عميمي في منطقة الجزاء في القائمة الثانية لوحده كان بالإمكان أن يكون هدف أول في هذه المباراة كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول في هذه المباراة مع المنافسات الخارجية ضربة زاوية لاتحاد طنجة في القائمة الأول هذه إمكانية للاتحاد لكن عودة دفاع عن الجيش الملكي لإبعاد الخطورة هجمة مضادة سريعة للجيش الملكي عماد رحولي مشمشل وحده هرب عماد هرب عماد كرة تمرر كيدي لكن كان متسلل في الكرة الماضية كان متسللا في الكرة الماضية كانت عنده فرصة للتقدم وتسديد الكرة مباشرة لكن فضل تمرير لكيدي اللي كان الواحد مرم بعدها تم تسويقه بملايين الدولارات شات كرة كانت واحدة من أصعب كرات المباراة في الجولة الأولى هشام المجد تم اختباره من كرة ثابتة هشام حتى عن الهدف الأول في المباراة كرة مبعدة من دفاع اتحاد طنجة اتحاد طنجة ومن يقبل اللعب في هذه المواجهة كرة تسدد بعيدة شوية على مرمى الحارس هشام المجد كرة لفريق الجيش الملكي من الطرف الايسر هذه امكانية هدف للجيش الملكي قدي قدي كرة مثل هذه يضيعها كرة مثل هذه صعيب وانه يضيعها لوحدك يا قدي لاعب افاد السابق كان بامكانه انه يضع الجيش حلم نتمنى ان يتجسد على ارض الواقع في سنة من السنوات كرة للاتحاد بعيدة على مرمى الحارس محمد بعيوب كرة ويكرة حاول يراوغ فقد التوازن والجيش ما يتمناش يفقد التوازن في هذه المباراة الهامة له ولمناصريه بدوره يهدد بدوره يبحث عن الهدف كرة تسدد في يد الحارس محمد بعيو على مرتين يتدخل لإيقاف المدى الهجومي للاتحاد دقيقة واحدة كوقت بدء الضائع سيكون الأمر صعب وصعب جدا لن أكون منصفا وسأكون ظالما لمئات اللاعبين المرموقين لمر فريق الجيش الملكي عماد رحولي 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 كرة تسدد كان بالإمكان أن يكون هدف قيدي قيدي ضيع فرصة هدف أول لفريق الجيش الملكي وصل كرة لعماد عماد في منطقة الجزاء كرة ممتازة جدا هذه إمكانية هدف والتدخل في النهاية تونغرا قيدي قنادو قيدي قنادو من الطرف الايمن للجيش الملكي بالراس ما ضبطش اموره في الكره الماضيه كانت هذه واحده من ابرز كرات الجوله الثانيه كره مشات من الطرف الايمن للفريق العسكري الذي يبحث عن الهدف كره في منطقه الجزاء العبيد يتحرر من كل الضغوطات العميد يتسلق كل درجات العميد يتجاوز خطاياه خطايا الماضي القريب سقطات الماضي القريب والهدف الذي يأتي في الجولة الثانية موكوكو يا موكوكو اليد الواحدة لا تصفق اليوم موكوكو موكوكو كرة تسدد من شاتش بعيدة من شاتش بعيدة للدعم والسند لسان التغني بالأمجاد لسان البحث عن ماضي وحاضر يتناسب مع ما تحقق في ماضي الجيش الملكي هذا جزء من ماضي تليد هذه صور تؤرخ لما تبعناه على مدار عشرات السنين هذا هو الجيش الملكي الذي يعود من بعيد ويسجل هدف ثاني في هذه المباراة من قدم عبد الإله أعميمي الذي قد انتصار للجيش الملكي أو لكامباك لعودة مرتقبة لاتحاد طنجة هذه مجرد سيناريوهات هذا تونغرا يا سلام سلم يا سلام سلم الجيش الملكي في قمة أدائه
جوزيف جديك نادو، جوزيف جديك نادو. الكل يتابع المشهد، يقف لتوثيق المشهد، يقف لمتابعة ما سيجري في هذه الكرة. بركاتك يا لفقي، بركاتك يا لفقي، بركاتك يا لفقي. يسجل الهدف الرابع في المباراة، تصبح النتيجة 4-0. محمد علي بن عمر لفكري، فكري لفقي، لفقي لفكري، فكري يا فكري، فكري يا فكري للجيش. البحث عن الهدف الخامس، البحث عن الخامس في المباراة، البحث عن الخامس في المباراة. هشام احتجاجي على حكم هذه المواجهة، مدير المباراة بيد بن حديد نبيل بقية. هذه كرة مكاينش تسلل، الهدف الأول. أيوب القعدوي يقود الاتحاد لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. أول كرة بلمسة كانت ساحر، أيوب القعدوي تحرر من الضغط اللي كان ممارس عليه ويتمكن من تسجيل الهدف. تصبح النتيجة 4-1. كرة ممتازة للجيش الملكي، فكري لوحده في منطقة الجزاء، فكري كرة ممتازة جدا، فكر عالي من لفقي. توفيق الصفصفي والحكم برقية ينهي المباراة والنتيجة 4-1. شكر خاص لكل من تابع هذه المواجهة على القناة الرياضية، لكل زملائي فردا فردا، سمير الرشداني ورئيس الوحدة المحترم، وكل زملائي فردا فردا، أحييكم، دمتم في رعاية الله.